فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم، احنا فريق اطباء. دلوقتي هنبتدي نتكلم عن الاكس راي هارت. بالنسبة للاكس راي هارت، اولا كده اول ما ادخل في تلات حاجات لازم اعلق عليهم في الهارت: السايت والسايز والشيب. دايما الشيب هتلاقي فيه رغي كتير قوي في الشيب، دايما اللي بيقيسوا هما السايت والسايز. حتى لو هما نورمال سايت ونورمال سايز لازم نعلق ان في نورمال سايت ونورمال سايز. ندخل على النورمال شيب بتاع الهارت والنورمال سايز بتاع الهارت عشان نعرف ايه الابنورمال. هو ده النورمال شيب اوف ذا هارت، ده بيتحفظ، هو ده شكله كده. بالنسبه للنورمال سايت، لو خدنا خط في النص في الميد لاين هنلاقي ان تلتين الهارت موجود شمال وتلت الهارت موجود يمين. ده بقى لو اتعكس، ده اللي احنا بنسميها دكستروكارديا، ان القلب موجود يمين، ودي هنتكلم عنها في الاخر. برضو في امراض زي ما اتفقنا في اللانج ممكن تعمل بولينج او بوتشنج للهارت. البولينج والبوتشنج ده بنعرفه على اساس ايه؟ على اساس ان مبقاش تلتين الهارت موجود شمال والتلت بس اليمين. ساعات لو مثلا حاجة في الرايت لانج عاملة بولينج تحب الهارت ناحيتها، هيبقى لسه في حتة من الهارت شمال، لكن معظم الهارت بقى يمين، وبالتالي ده برضو يعتبر abnormal size of the heart. تمام، نيجي للسايز. السايز بتاع الهارت، حجم الهارت عبارة عن ايه؟ حجم الهارت ببساطة بدون دخول في تفاصيل كتير، المفروض ان حجم الهارت يكون 50% من حجم الثوراكس، حاجة بنسميها cardio thoracic ratio. يبقى cardio thoracic ratio هي نسبة الهارت، السايز بتاع الهارت، السايز بتاع الثوراكس. المفروض ان هو ما يزيدش عن 50% من الثوراكس، وهي لما بتيجي صورة بتبقى صورة واضحة جدا ان الهارت كبير، يعني هي بتبقى صورة واضحة ان الهارت كبير. مش بنقعد نحسب يعني ونقعد نقيس وكده، لا، هي مش محتاجة كده، بتبقى صورة واضحة جدا ان الهارت كبير. تمام كده، احنا اتكلمنا على السايت والسايز والشيب بتاع الهارت. تعالوا بقى نتكلم عن شوية في الاناتومي، عشان في حاجات معينة لما بتكبر وتصغر. تمام، الناحية اليمين بتاعة الهارت دي، الرايت بوردر بتاع الهارت، ده معمول بالرايت اتريوم. فلو الرايت اتريوم، واخدين بالكم ان الرايت بوردر طبيعي ان هو يبقى كونفكس، بس هو مش بلجنج. لكن هو لو بقى بلجنج كده كبير بالشكل ده، مش بس كده، لا، ده بقى كده، يبقى ده كده اسمه بلجنج اوف ذا رايت بوردر، وده معناه ان الرايت اتريوم اللي كبير. تمام، شايفين الليفت بوردر بتاع الهارت؟ الليفت بوردر اصلا معمول بالليفت فنتريكل. طيب وفوق الليفت فنتريكل شايفين ان في وسط للهارت، في ويست للهارت. الويست ده معمول بمين؟ معمول بالليفت اتريوم. يبقى لو الليفت اتريوم كبر، هيحصل ان البوردر ده مش هيبقى له ويست، هيبقى يحصل له حاجه اسمها لوس اوف ويست او ستريت ليفت بوردر. يبقى لو الليفت اتريوم كبر هيبقى لوس اوف ويست او ستريت ليفت بوردر. هحتاج برضو اعرف ان في كلكعتين فوق الليفت اتريوم. الكلكعه الاولانيه هي البلمونري ارتري، والكلكعه الثانيه هي الاورطه، عشان ده برضو هيفيدني في بعض الامراض. يبقى انا الليفت الرايت بوردر بتاعي معمول بالرايت اتريوم. لو كبر الرايت اتريوم يبقى كده بلجنج رايت بوردر. الليفت بوردر بتاعي معمول بالليفت فنتريكل، وفي الليفت اتريوم عامل الويست. لو حصل لوس اوف ويست يبقى انا كده ليفت اتريال انلارجمنت. تمام، وفي البلمونري ارتري والاورتك والاورتا. امال مين؟ امال بقى لو الليفت فنتريكل كبر، هو اصلا فين الرايت فنتريكل والرايت والليفت اتريوم؟ احنا كده اتفقنا الرايت اتريوم اهو، الليفت اتريوم من واصل بس حته صغيره منه هنا، ومعظم الليفت اتريوم اصلا موجود ورا، عشان ده هيفيدنا في سلايد جايه بعد شويه. امال الرايت فنتريكل فين؟ الرايت فنتريكل هو الموست انتيريور بارت اللي موجود هنا. الرايت فنتريكل موجود هنا، والليفت فنتريكل عامل الابيكس اهي. طيب واخدين بالكم من حاجه اسمها الكارديوفرينيك انجل، اللي هي دي الانجل اللي ما بين القلب والدايفرام. خدوا بالكم عشان في حاجة تانية اسمها كوستوفرينيك انجل اللي اتكلمنا عنها في الشات. أنا مش بتكلم على دي، أنا بتكلم على الكارديوفرينيك انجل اللي ما بين القلب والدايفرام. هنا عاملة رايت انجل، هنا يعني تأكيد شوية بس إلى حد ما قربت تبقى رايت انجل، يعني مش لازم تكون رايت انجل بالظبط، مش لازم تكون زاوية قايمة بالظبط، ولكن إلى حد ما يعني هما بيكونوا رايت انجل. تمام، الفكرة بقى في إيه؟ لو الرايت فنتريكل كبر، لما الرايت فنتريكل يكبر هيزق الايبكس لبره، هيزق الايبكس لبره.
هتبقى الايبكس موجودة كده، وهنشوف لها صور بعد شوية. يبقى الايبكس موجودة هنا، الايبكس هنا، هل هي لازقة في الدايفرام؟ لا، elevated from the diaphragm. يبقى الايبكس pushed outward و elevated from the diaphragm، ولما هنيجي نحسب الانجل هنلاقيها بقت acute، مش هتبقى right angle. فبالتالي ده كده اسمه right ventricle enlargement. لكن لو left ventricle اللي كبر بيسحب الايبكس لتحت ولبره، يبقى الايبكس ما قاعدة في الدايفرام، جوه الدايفرام نفسه. تمام، يبقى البليت ايبكس بوش انتو ذا دايفرام او نوت فيجواليزد من الدايفرام، وهتبقى الانجل هنا اوبتيوز مش اكيوت، مش رايت انجل. هنشوف لها صور بعد شويه. فدي فكره بس، هما لو الاربعه تشامبرز بتوع القلب كبروا هيحصل ايه؟ يبقى الرايت اتريوم هيعمل بلج في الرايت بوردر، الليفت اتريوم هيعمل لوس اوف ويست. الليفت لو الرايت فينتريكل كبر الايبكس هتبقى بوشت اوتورد elevated from the diaphragm والانجل هتبقى acute. لكن لو الليفت فنتريكل هو اللي كبر هتبقى الابكس is pushed downward واوتورد والانجل هتبقى obtuse. تمام، ندخل على الامراض بتاعتها. تمام، ايه كده الصوره دي؟ الصوره دي ايه قصتها؟ دي هل هنا الهارت الاول؟ تعالوا نعمل full comment. The patient well centralized, normal bony cage, normal mediastinum, normal with central position, the lung field, no opacity or hypertranslucency, normal bronchovascular markings, clear costophrenic angle. نيجي للهارت. دايما اتفقنا اول ما نيجي على الهارت لازم نعلق على ثلاث حاجات، وبعد كده نكتب اللي احنا عايزينه. السايت هو normal site. الشيب يعني no abnormal، هو طبعا abnormal shape، لكن هنتكلم على الابنورمال شيب بالظبط دلوقتي. السايز، هل ده 50% فقط؟ لا، هو ده مش 50%، واخد اكبر من 50% من الشيست. يبقى increased cardio thoracic ratio، والتشخيص بتاعنا cardiomegaly for differential diagnosis. تمام، التشخيص for differential diagnosis، ايه اللي يعمل cardiomegaly for differential diagnosis؟ دي بقى تقسيمه كده. cardiomegaly for differential diagnosis هي مشكلة في البريكارديوم، ومشكلة في المايوكارديوم، ومشكلة في الاندوكارديوم. مشكلة البريكارديوم مايلد أو مودريت بريكارديال افيوجن، لكن مش ماسيف، لأن الماسيف بريكارديال افيوجن له شكل خصوص هنتكلم عنه بعد شوية. يبقى مايلد أو مودريت بريكارديال افيوجن. تاني حاجة المشكلة في المايوكارديوم، مايوكارديتس أو كارديومايوباثي. المشكلة في الاندوكارديوم الكونجينيتال هارت ديزيزز، الفالفز فيها مشكلة، او الروماتيك هارت ديزيز برضو بيعمل مشكله في الفالفز زي ما هناخد في النظري. مشكله في الكارديوم، مشكله في المايوكارديوم، مشكله في الاندوكارديوم. دي اسباب الكارديوميجالي فور ديفرنشال دايجنوز. يبقى احنا كده اتكلمنا على السايت نورمال سايت والسايز انكريزد كارديوتوراسيك ريشيو، وقلنا الدايجنوز بتاعنا كارديوميجالي فور ديفرنشال دايجنوز. نيجي بقى نتكلم على الشيب. الشيب هو مين بقى فيهم اللي كبير؟ هنا واخدين بالنا ان الرايت بوردر هنا بولجنج. طالما الرايت بوردر بالجنج يبقى الرايت اتريال انلارج، يبقى هنا في بالج اوف ذا رايت بوردر اوف ذا هارت، ده معناه الرايت اتريال انلارج. هنا واخدين بالنا ان الويست اختفى، الويست بتاع الهارت اختفى، ده بنسميها لوس اوف ويست او ليفت اتريال انلارجمنت. يبقى هنا لوس اوف ويست معناها ليفت اتريال انلارجمنت. واخدين بالنا هنا الايبكس بقت بوشت داونورد. طالما الايبكس بقت بوشت داونورد دي معناها ايه؟ ان كده عندنا left ventricular enlargement. بس هي يعني هي هنا مش واضحه قوي، خلينا في صوره ثانيه هي هتبقى اوضح. المهم ان احنا عندنا هنا right atrial enlargement left atrium enlargement، سوري right atrium enlargement عشان convex او bulging، convex bulging right board، والleft atrium loss of waste of the heart. تمام، نيجي لصوره ثانيه اوضح عشان يبان فيها right ventricular. هنا بقى right ventricle enlargement واضح جدا، نفس الكلام هنقول كل الكلام normal في التست، ان هو opacity or hypertranslucency، clear cardiac costophrenic angles، و normal bronchovascular marking. لما نيجي نعلق على القلب قلنا نعلق على ثلاث حاجات. اول حاجه هو normal site increase the cardiothoracic ratio cardiomegaly، وتالت حاجه shape. وزي ما اتفقنا الدايجنوز بتاعنا طالما ما فيش shape مخصوص للقلب، طالما هو الشيب بتاعه مش يعني عادي، يبقى
كارديوميجالي فور ديفرنشال دايجنوز، لان في حاجات ابنورمال شيبس معينه هتدينا امراض معينه زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى انا عندي هنا رايت بوردر بلجنج اوف ذا رايت بوردر اوف ذا هارت رايت اتريال انلارجمنت، يعني الى حد ما لوس اوف ويست، يبقى يعني لوس اوف ويست يبقى ليفت اتريال انلارجمنت، بس هو هنا مش لوس اوف ويست قوي، لكن اللي باين قوي رايت فينتر. كنت بقول هنا باين قوي الرايت فينتريكولار انلارجمنت، ان الابيكس از شيفتد اوتورد، الابيكس از شيفتد اوتورد، وكمان ليفيتد فروم ذا دايفرام، الانجل هنا اللي كنت بقول لكم عليها اكيوت كارديوفرينيك انجل. فهنا في رايت اتريال انلارجمنت عشان رايت بوردر بلجنج، في الى حد ما يعني لوس اوف ويست يعني سنه مش قوي، بس عشان هو رايت فينتريكل انلارجد فمحسسنا ان مفيش لوس اوف ويست، لكن هو فيه الليفت فينتريكل الليفت اتريوم انلارجد رايت فينتريكل انلارجد عليها ثلاث كلمات، الابيكس از شيفتد اوتورد ديفيتد فروم ذا دايفرام واكيوت ليفت كارديوفرينيك انجل. تمام، ده كده بالنسبه لحته الكارديوميجالي. هنا بيوريكم بس حتة هنا فعلا اللي باين قوي loss of waste of the heart اللي هو left atrial enlargement. و هنا باين قوي لا ما هو احنا على ده اللي تحت دي، هنا باين قوي ان left ventricle هو اللي enlarged. ليه؟ انا طبعا ماشي في رايت اتريوم الى حد ما شويه انلارجد، بلجنج اوف ذا رايت اتريوم، بلجنج اوف ذا رايت بوردر رايت اتريوم انلارجمنت. الاول هو نورمال سايت سايز انكريست انكريست كارديو ثوراسيك ريشيو، ليفت اتريوم في لوس اوف ويست ليفت اتريال انلارجمنت، هنا ليفت فينتريكل هو اللي انلارجد. يعني هي الانجل مش اوبتيوس قوي، بس هو لو نزل اكتر من كده تبقى الانجل دي اوبتيوس انجل، وبالتالي الابيكس is shifted downward into the diaphragm والانجل is obtuse angle، ده كده left ventricle enlargement. تمام، ده كده بالنسبة لل cardiomegaly. طيب احنا اتكلمنا على cardiomegaly العادية. نيجي بقى للصورة دي. اول ما الاقي كارديوميجالي يا جماعه لازم ادور على اتنين شيبس مخصوصين قوي بيحصل معاهم كارديوميجالي. الكارديوميجالي العاديه مش بيبقى الشكل فيها كده خالص. الكارديوميجالي العاديه لو انا لقيت كارديوميجالي لازم ادور على ماسيف بلورال افيوجن او ترانسبوزيشن اوف بليت ارتريز. الماسيف بلورال افيوجن دي ميه في البريكارديوم فبتعمل حركه اسمها سيمتريكال بلج، كأنها فولة واتقسمت نصين، كأني جبت الهارت وقسمته نصين بالظبط. في النص هنا لو جبت خط في الميد لاين كأنها سيمتريكال بلج على الرايت والليفت سايد. ما بيحصلش خالص في الكارديوميجالي العادي. أو حتى لو حصل في حاجة تانية مميزة جدا. أكيوت بوث كارديوفرينيك أنجلز. عندي هنا الكارديوفرينيك أنجل دي بتبقى أكيوت، أنا ممكن أقول إن دي رايت فينتريكل كبرت. والرايت فينتريكل الكبير على فكرة فعلا بيعمل أكيوت كارديوفرينيك انجل، لكن عمر ما الليفت بوردر يكبر قوي، عمر ما الرايت بوردر يكبر قوي لدرجه انه يعمل اكيوت رايت كارديوفرينيك انجل. وبالتالي لو لقيت الحاجتين دول ده مش كارديوميجالي طبيعي، ده ماسيف بيريكارديال ديفيوجن. وعشان كده كنا قلنا في الكارديوميجالي فور ديفرنشال دايجنوزس ان في الاسباب بتاعته مايلد او مودريت بيريكارديال ديفيوجن، لان الماسيف بيريكارديال ديفيوجن له شكل خاص بتاعه هو بس. طيب هنا التعليق هيبقى ايه بقى؟ في حاجه نسيت اقولها طبعا خالص، ان احنا هنا في الشيست راي في الاكس راي بتاع الهارت برضه بوسترو انتيريور فيو بس بلين اكس راي تيست اند هارت، عشان هي دي اتقالت اصلا كده كده في الشيست، يبقى احنا بلين اكس راي تيست اند هارت بوسترو انتيريور فيو. البيشنت نوت ويل سنترلايزد نورمال بوني كيج نورمال ميدياستاينم سنترال بوزيشن اللنج نو اوباستي اور هايبر ترانسلوسنسي نورمال كارديوفرينيك كوستوفرينيك انجلز و نورمال برونكو فاسكولار مارك. ايه بقى للهارت؟ السايت نورمال سايت اوف ذا هارت سايز، يعني هو مش نورمال سايت طبعا يعتبر قوي، بس هو الهارت في مكانه.
السايز يعني مثلا بلاش نعلق على السايت هنا لان هو مش هنقدر نحدده قوي. السايز increased massive increase في الكارديوثوراسيك ريشيو massive pericardial هو الدياجنوز بتاعنا massive pericardial diffusion يبقى increase في الكارديوثوراسيك ريشيو في كارديوميجالي. ولكن الحاجه الثالثه بقى في الشيب لازم هنا اقول الشكل المخصوص بتاع الكارديوثوراسيك ديفيوجن اللي هو اسمه فلاسك شيبد هارت. فلاسك شيب شبه الفلاسك بتاع البايوكيمستري. تمام يبقى السايز increase cardiothoracic ratio والشيب يبقى فلاسك شيبد هارت. ولازم اقول الحاجات الخاصه بالفلاسك شيبد هارت اللي هم ايه؟ ثلاث حاجات: symmetrical bulge on both right and left side, acute both cardiophrenic angles, و well defined borders of the heart. دول التلات كلمات اللي لازم اقولهم في الكارديال افيوجن. الدياجنوزز بتاعي ماسيف كارديال افيوجن. ندخل على تاني شكل من اشكال الكارديوميجالي. هنا لو بصينا هنلاقي برضو على فكره في كارديوميجالي، بس اول ما اشوف كارديوميجالي لازم ابص هل في خط ماشي بالعرض كده، مش بالعرض قوي، ماشي اوبليك من اول هنا. هنا اطول حته على اليمين اكتر حته على الشمال. لو عامل كده كانها بيضه واتحطت على جنبها اسمها ايج اون سايد ابيرنس. اول ما الاقي الايج اون سايد ابيرنس ما انساش اكتب في اللنج ان في انكريزد برونكو فاسكولار ماركينجز. ايه الحكايه بالظبط بتاعت البي جي اي ده؟ الترانسبوزيشن اوف جريت ارتريز، المرض ده الترانسبوزيشن اوف جريت ارتريز، الاورطه بتطلع من الرايت فنتريكل والبلمونري ارتري بيطلع من الليفت فنتريكل. فبما ان البلمونري ارتري بيطلع من الليفت فنتريكل اللي هو قوي، الليفت فنتريكل اقوى بكتير من الرايت فنتريكل، فالبلمونري بريشر بيعلى قوي وبيزود البرونكو فاسكولار ماركينجز بتاعت اللنج. وبما ان الاورطه بتطلع من الرايت فنتريكل اللي هو ضعيف، الاورطه دي بتضخ دم للجسم كله، والجسم كله يعني كده الرايت فنتريكل بقت بتضخ اجينست سيستميك بريشر اللي هو عالي جدا، فالرايت فنتريكل مش بيستحمل فبيكبر والرايت اتريوم بيكبر. احنا هنا شايفين في هنا الرايت فنتريكل كبير واكيوت كارديوفرينيك انجل، والرايت اتريوم كبير وعامل بالجنج كبير اهو. يبقى رايت اتريوم كبير ورايت فنتريكل كبير وعندنا increased برونكو فاسكولار ماركينجز. دي الشكل بتاع ترانسبوزيشن اوف جريت ارتيزن بنسميه ايج اون سايد ابيرنس. طيب انا هقول الكومنت بتاعي ازاي. الاول chest اكس chest اند هارت بين اكس راي بوسترو انتيرير فيو، البيشنت نوت ويل سنترلايزد، نورمال بوني كيج، نورمال ميدياستاينا. تاني حاجه اللنج عندنا نو اوباسيتي اور هايبر ترانسلوسنسي، كلير كوستوفرينيك انجل، لكن ما ننساش في اللنج هنا نكتب ايه؟ انكريز برونكو فاسكولار ماركينجز. تمام. نيجي على الهارت. الهارت انكريز نورمال سايت، انكريز كارديو ثوراسيك ريشيو، كارديوميجالي. هو في كارديوميجالي، انكريز كارديو ثوراسيك ريشيو. لكن هنا في شكل خاص اسمه الايج اون سايد ابيرنس. اول ما الاقي ايج اون سايد ابيرنس لازم اعلق على الاثنين، ان في رايت اتريال انلارجمنت نتيجه bulging of the right border of the heart يبقى right atrial enlargement، و right ventricular enlargement اللي هو زي ما اتفقنا في ثلاث كلمات، apex is shifted outward، acute right left cost left cardiophrenic angle، و قلنا ال apex shifted outward و acute left cardiophrenic angle، و elevated ال apex is elevated from the diaphragm. ده كده transposition of great arteries. ندخل على ثالث شكل عندنا من الاشكال الخاصه بتاعت القلب اللي هو الفالوتترولوجي. الفالوتترولوجي حكايته ايه بقى؟ ده الفكره بتاعته كالاتي. اول حاجه بس هقولها في الفالوتترولوجي ان ما فيهوش كارديوميجالي، هنا القلب مش كبير، مع ان على فكره هنقول في الفايندنج ان في رايت فنتريكولار انلارجمنت، لكن هو الرايت فنتريكل بيكبر حاجه صغيره ما بيبقاش في انكريس كارديوثوراسيك ريشيو. يعني هنا هقول نورمال سايت ونورمال سايز. اهم حاجه في الفالوتترولوجي نورمال سايز، هو ما بيأثرش في السايز بتاع القلب، لكن التي جي اي وماسيف بيريكارديال ديفيوجن بيأثروا في السايز بتاع القلب. يبقى هقول نورمال سايز نورمال سايز. كنت بقول ان الفالوتترولوجي ده نورمال سايت نورمال سايز. نيجي للشيب بقى، يعني هو نورمال سايت نورمال سايز على عكس الاثنين اللي فاتوا. الشيب بقى الشيب بتاعه بنسميه بوت شيب او كورنت ابو. كورنت ابو دي فرنساوي يعني لبوت شيب، بوت شيب او رجل جوه قدم جوه بوت، بوت شيب هارت. ايه اللي عامل البوت شيب هارت ده؟ الفالوتترولوجي هم اربع حاجات اصلا. في اس دي ده ملناش دعوه بيه هنا خالص،
وحاجه مهمه جدا جدا اللي عامله كل حاجه هي بالمونري ستينوزس. ايه بالمونري ستينوزس؟ احنا اتفقنا ان البالمونري ارتري موجود في الحته دي. لما البالمونري ارتري يبقى فيه ستينوزس، الدم اللي طالع فيه مش هيبقى قوي، فبالتالي هيتشد لجوه، عامل حاجه اسمها اكزاجيريشن اوف ذا ويست، يعني الويست اكزاجيريتد قوي، اكزاجيريشن اوف ذا ويست. تمام، اكزاجيريتد ويست دي اول حاجه. ثاني حاجه، البالمونري لما يبقى فيه بالمونري ستينوزس، هل الدم اللي رايح للانت هيبقى كتير؟ لا، هيبقى قليل، فبالتالي في ديكريزد برونكو فاسكولار ماركينجز، عكس اللي فاتت الاي جي اي لازم نقول انكريزد برونكو فاسكولار ماركينج، لكن الفالو تكرولوجي ديكريزد برونكو فاسكولار ماركينج. واتفقنا ان في مرضين فقط بس في الشيست والهارت هما اللي بيعملوا ديكريزد برونكو فاسكولار ماركينج، الانفيزيما والفالو. الانفيزيما والفالو المرضين الوحيدين اللي بيعملوا ديكريزد برونكو فاسكولار ماركينج. عندنا decreased bronchovascular marking exaggerated waist. نيجي للحاجة الثالثة، هو مش البالمونري ستينوزس ده هيعمل ضغط على الرايت فنتركل ويكبر الرايت فنتركل؟ يبقى في رايت فنتركلر انلارجمنت، الابيكس هي شيفتد اوتورد واكيوت الكارديوفرينيك انجل والليفيتد فروم ذا دايفرام، شكل الرايت فنتركلر انلارجمنت. شوفوا، مع ان في رايت فنتركلر انلارجمنت لكن القلب مش كبير، مش لدرجة انها تبقى كارديوميجال. اخر حاجة، بيبقى في حاجة اسمها اوفر رايزنج اوف الاورتا على الرايت فنتركل، وكأن الاورطه طالعه من الرايت فنتركل. لما الاورطه يبقى طالعه من الرايت فنتركل هيبقى مزقوق كده شويه، فبيعمل لنا نارو ميدياستاينم، يبقى دي الحاله الوحيده اللي فيها نارو ميدياستاينم. في حاله تانية بيبقى فيها وايد ميدياستاينم، اللي هو الوايد ميدياستاينم فور ديفرنشال دايجنوز. تمام، يبقى هنا نارو ميدياستاينم. طيب لما اجي بقى اكتب الكومنت بتاعي اكتبه ازاي؟ الاول ان اكس راي تشست اند هارت بوسترو انتيرير فيو، patient is not well centralized، أو يعني well يعني not well centralized قوي، وممكن نقول well centralized مش فارقة قوي. تاني حاجة normal bony pitch، mediastinum central position لكنه narrow mediastinum بسبب overriding. تمام، lung no opacity or hypertranslucency، clear costophrenic angle و decreased bronchovascular marking عشان pulmonary stenosis. نيجي على القلب نفسه، normal site normal size، هو normal size و normal size. لكن نيجي عند الشيب، boot shaped أو current above shaped. تمام؟ boot shaped heart. نيجي نشرح بقى أكتر، نقول إن في exaggerated waist بسبب pulmonary stenosis، وفي right ventricular enlargement اللي هما التلات كلمات بتوعنا، apex is pushed outwards، elevated from the diaphragm، و acute left cardiophrenic angle. ده كده الشرح بتاع الفالو بترولوجي. فكده هما تلاتة abnormal shapes اللي اتكلمنا عنهم، اتنين منهم فيهم cardiomegaly، الماس pericardial effusion وال TGA mass position of the arteries، لو التالت ما بيبقاش فيه cardiomegaly اللي هو fellow tetralogy. التلات اشكال هما flask shaped heart، egg on side shape، و boot shaped heart. تمام، egg on side زي ما اتفقنا كأنها بيضة محطوطة على جنبها، يعني ال right atrium كبير من ناحية وال right ventricle كبير من ناحية تانية. على الحاجة الوحيدة اللي عندنا اللي باريوم سوالو اكس راي. احنا اتفقنا قبل كده ان كل الاكس رايز اللي عندنا في المنهج بلين اكس راي عددي، دي باريوم سوالو اكس راي. هو على فكرة في شوية حاجات تانية بتبقى برضه باريوم وحاجات تانية، بس دي في اخر السنة مش تبع الاوسكي. انا بتكلم كاوسكي، الاوسكي الحاجة الوحيدة اللي عندنا باريوم سوالو هي دي الليفت اتريال انلارجمنت. الليفت اتريال انلارجمنت هنا او باريوم سوالو، هي هنا هنقول ايه؟ باريوم سوالو اكس راي، يعني انا مشرب الشخص ده صبغه ومصوره وهو بيبلع الصبغه دي، ومصور الاوسوفيجاس بتاعه وهو بيبلع الصبغه دي. الابيض اللي في النص ده هو الاوسوفيجاس، يعني الابيض ده هو الاوسوفيجاس، يبقى باريوم سوالو اكس راي. باريوم سوالو اكس راي تيست اند هارد، هنا المفروض اقول لاترال فيو. يفضل لو السباين ورا وال الاسترنم قدام، اقول ليفت انتيريور اوبليك. دي سببها ايه؟ حاجه بقى في النظر، يعني مش فكرتها قوي، ان انا المفروض اصور الشخص مش لاترال بالظبط، اصوره من لاترال وقدام شويه. فلو لقيت السباين ورا والاسترنم قدام ليفت انتيريور اوبليك، لو لقيت العكس يبقى رايت انتيريور اوبليك. يبقى انا هنا عندي ليفت انتيريور اوبليك، ليفت انتيريور اوبليك، باريوم سوالو اكس راي، chest and heart left anterior oblique. تمام،
ده كده بالنسبة للشكل الاكس راي. ايه الفايندنج اللي عندي؟ الفايندنج اللي عندي ان في اندنتيشن على الانتيريور سيرفيس بتاع الاسوفيجس، في زقه على الانتيريور سيرفيس بتاع الاسوفيجس، الاسوفيجس بوشت اجينست الفيرتيبرال كولن، وفي لوس اوف بريستالسيس في الاسوفيجس. يبقى في اندنتيشن على الانتيريور سيرفيس بوشت اجينست الفيرتيبرال كولن ولوس اوف بريستالسيس بتاع الاسوفيجس. مين اللي يعمل الحركه دي؟ الليفت اتريوم. انا اصلا بشرب الشخص ده صبغه ليه؟ عشان الليفت اتريوم هو الموست بوستيريور تشامبر في القلب، فلما بيكبر بيضغط على الاسوفيكس اللي وراه. انا بشوف ضغط الليفت اتريوم على الاسوفيكس واشخص ان ده ليفت اتريال انلارجمنت. يبقى احنا قلنا الثلاث حاجات بتوعنا، الدايجنوزس بتاعي ليفت اتريال انلارجمنت. تمام، ده كده بالنسبه الوحيده اللي عندنا في الاوسكي الباريوم سوال. نيجي بقى بعد كده على اخر حاجه عندنا، اللي هي ان القلب ناحيه اليمين. طالما لقيت القلب ناحيه اليمين، انا هيبقى الكومنت بتاعي على فكره نورمال في كل حاجه، يعني ويل سنترلايزد، نورمال بوني كيج، نورمال ميدياستاينم، نورمال ويدث وسنترال بوزيشن، نو باثي اور هايبر ترانسوسيسي في اللنج، دي كوستوفرينيك انجل، نورمال برونكو باسكولار ماركر. نيجي بقى على التعليق بتاع القلب هنا. التعليق بتاع القلب هنا ايه؟ ايبكس از بريزنت ان ذا رايت سايد. الايبكس بتاع القلب بريزنت ان ذا رايت سايد. ثاني حاجه، بص اول ما نلاقي الايبكس على الناحيه اليمين نبص على الاستومك والليفر. الليفر هي الحاجه الكبيره البيضه اللي هنا دي. الليفر هنا المفروض انه يبقى على اليمين، لكن احنا لقيناها على الشمال، يبقى الليفر شادو از تو ذا ليفت. وهنا الجاستريك اير بابل، الاستومك بطبيعتها الحته اللي فوق فيها الفاندس بتاعها في هواء، فالهواء ده بيبان في الاكس راي ان هو سواد، يبقى السواد بتاع الجاستريك اير بابل ده باين اون ذا رايت سايد. يبقى عندي ثلاث حاجات انا كده، لما بيبقى في مشكله في السايز بتاع الهارت، السايز بتاع الهارت بعلق على ثلاث حاجات. كده كده في الاول انا هقول نورمال سايز اند شيب. يبقى في الاول انا قلت نورمال سايز اند شيب اوف ذا هارت، لكن السايد في ثلاث حاجات لازم اعلق عليهم. الايبكس از تو ذا رايت سايد، الايبكس بريزنت تو ذا رايت سايد، الجاستريك اير بابل كمان تو ذا رايت سايد، والليفر شادو از تو ذا ليفت سايد. يبقى كده تايتس انفيرسس تو تاليس. الشخص ده بيبقى كانه واقف قصاد مرايه، كل حاجه عنده مقلوبه، كل حاجة في الجسم عنده مقلوبة. هو على فكرة ما عندوش أي أنومالي ولا أي مشكلة، بقى ديسكفرد أكسيدنتالي أصلا، هو جسمه مقلوب ببساطة لكن ما عندوش أي مشكلة. السايتس انفيرسس توتاليس ثلاث حاجات بنعلق عليهم، الأبيكس أوف ذا هارت، الجاستريك إير بابل، والليفر شادو. هنا برضه نفس الكلام بس مش باين قوي، هنا الأبيكس تو ذا رايت، الجاستريك إير بابل تو ذا رايت، والليفر تو ذا ليفت. جاستريك إير بابل تو ذا رايت، أبيكس تو ذا رايت، والليفر شادو تو ذا ليفت. نيجي هنا بقى دايرة، ساعات القلب بيبقى معكوس لوحده، فهنا واخدين بالكم الأبيكس تو ذا رايت، لكن أنا آسف معلش، هنا الأبيكس تو ذا رايت، لكن الجاستريك إير بابل تو ذا ليفت، والليفر شادو تو ذا رايت. يبقى أنا عندي الأبيكس تو ذا رايت سايد، الجاستريك اير بابل تو ذا ليفت سايد، والليفر شادو از تو ذا رايت سايد. يبقى كده اسمها ايزوليتد دكستروكارديا، يعني القلب على ناحيه اليمين لوحده، ايزوليتد دكستروكارديا. عندنا هنا برضو جاستريك اير بابل تو ذا ليفت، الليفر شادو تو ذا رايت، والابيكس تو ذا رايت. جاستريك اير بابل تو ذا ليفت، ليفر شادو تو ذا رايت، وايزوليتد وابيكس تو ذا رايت. نفس الكلام. ندخل بقى على الحاجات الغريبة بتاعتنا، شوية الحاجات الغريبة اللي موجودة في الآخر. أنا لو شفت الشكل ده ممكن أشخصه على طول إن هو ماسك بريكارديال ديفيوجن. ليه؟ مش عندي سيمتريكال بالج أون بوث سايدز، عندي أكيوت بوث كارديوفرينيك أنجلز، ممكن أشخصه على إنه ماسك بلورال ديفيوجن. طيب، لكن هو ده حاجة بنسميها إبشتاين أبنوبالي. عرفت منين؟ عرفت من حاجتين. لو هو جايب لي كيس، بيبقى مكتوب فيها ان في سيانوزز، الماسف بيريكارديال افيوجن ما بيبقاش معاه سيانوزز، دي اول حاجه واهم حاجه. ثاني حاجه، واخدين بالكم الكارديوميجالي هنا واخد قد ايه من الجست؟ 100%، يعني 100% من الجست متاخد. كنت بقول ان هنا في الابشتاين انومالي لازم يديني في الكيس ان في سيانوزز. ثاني حاجه اللي تخليني اشك ان ده ابشتاين انومالي، ان الكارديو ثوراسيك ريشيو 100%، الكارديو ثوراسيك ريشيو القلب واخد 100% من الثوراكس، ده اقول عليه ابشتاين انومالي.
طبعا هنا السايت هو مش نورمال سايت خالص، بس هو يعني يعتبر المفروض نورمال سايت. increase massive increase في الكارديو ثوراسيك ريشيو reaching up to 100%. والشيب برضو فلاسك شيبت هارت، لكن هنا عندي ابشتاين انومالي تشخيص او بوكس شيب، او الشيب هنسميه بقى مش سوري الشيب مش هنسميه الشيب مش هسميه فلاسك شيبت هارت، هسميه بوكس شيبت هارت، معلش انا اسف في دي. الشيب هيتقال عليه بوكس شيبت هارت، التشخيص هيبقى اسمه ابشتاين انومالي. طالما لقيت ماسيف انكريس في الكارديو ثوراسيك ريشيو ريتشنج اب تو 100% مش هسميها فلاسك شيب، هسميها بوكس شيبت هارت، والتشخيص بتاعي هيبقى ابشتاين انومالي. في تشخيص تاني عندنا اسمه السنومان ابيرنس او توتال انومالس بلمونري فينس درينج. المرض برضه لازم يجي لي في كيس ان هو في ساينوزز، يعني لازم يقول لي ان في ساينوزز، لانه لو ما قالش انه ساينوزز، لو انا بصيت على الشكل ده مش هقول وايد ميديستاينم فور ديفرنشال دايجنوزز، هقول كده هيبقى فايندنج بتاعي وايد ميديستاينم اكتر من 1 سنتيمتر وايدر ذان فيرتبرال كولم، اكتر من 1 سنتيمتر وايدر ذان فيرتبرال كولم، وهيبقى التشخيص بتاعي وايد ميديستاينم فور ديفرنشال دايجنوزز، صح كده؟ تمام. ده بالظبط اللي احنا هنعمله لو ما جاش قال لي ساينوزز في الكيس، لازم يقول لي ساينوزز في الكيس عشان اقول ان دي توتال انومالس بالمونري فينس درينج. هيبقى الكلام بتاعه والكومنت بتاعه نفس بالظبط الوايد ميديستاينم، بس التشخيص توتال انومالس بالمونري فينس درينج. دي كونجنتال انومالي في القلب، برده مش لازم ندخل في تفاصيلها هنا. تالت حاجه لو عندي بالمونري هايبرتنشن هيبقى عندي كونفكس ليفت بوردر. انا قلت قبل كده ان في ستريت ليفت بوردر، لكن يبقى كونفكس بالشكل ده convex left border of the heart، ده بيحصل في pulmonary hypertension نتيجة ان pulmonary artery وسع قوي، او ابتدى بمعنى اصح الدم يعني البريشر فيه اعلى، فيبتدي ان هو يزق ويبقى convex left border of the heart، ده برضه pulmonary hypertension مش حاجة مهمة قوي. اخيرا النيوموبريكارديوم، هنا هنلاقي translucency around the heart، في translucency around the heart normal site size shape. اللي قبلها بالمناسبة يعني هتبقى normal size normal size normal shape، أو يعني normal size normal size normal shape، لكن convex، أو يعني أو ممكن نقول بقى abnormal shape نتيجة convex left border of the heart نتيجة التشخيص بتاعنا pulmonary hypertension. دي هتبقى normal size normal size abnormal shape نتيجة وجود hypertranslucency around the heart. ففي hypertranslucency around the heart ده اللي هو pneumopericardium هو موجود جوه البريكارديا. ده التشخيصات بتاعتنا. نيجي للسكيم بتاعنا. اول حاجه لما ببص على اكس راي تشست اتاكد ان اللنج سليمه. طالما اللنج سليمه وما فيهاش اي حاجه نورمال لنج، يبقى هي مشكله في الهارت. ابص هل المشكله في السايت ولا في السايز؟ لو مشكله في السايت، السايت موجود على اليمين، ابص على الليفر والاستومك. لو الليفر يمين والاستومك شمال، يبقى كده ايزوليتد ديكستروكارديا. لو الليفر شمال والاستومك يمين، يبقى كده سايتس انفيرسس تو تيلس. طيب ابص على السايز، ابص على السايز، لو لقيت كارديوميجالي حاجه من ثلاثه، لو ملهوش ابنورمال شيب يعني نورمال شيب الشكل بتاعه ملهوش سبيسيفيك شيب، يبقى كارديوميجالي فور ديفرنشال دايجنوز. لكن لو في ابنورمال شيب، لو لقيته ايج اون سايد يبقى ترانسبوزيشن اوف بليت ارتريز، ولو لقيته فلاسك شيب يبقى ماسيف بريكارديال ديفيوجن. اهم حاجه على فكره في القلب ان انا لما الاقي كارديوميجالي اتاكد ان مفيش ابنورمال شيب، لازم اكسكلود الاثنين دول عشان اقول كارديوميجالي فور ديفرنشال دايجنوز. اول ما الاقي كارديوميجالي ادور على الاثنين دول، ما لقيتهمش يبقى كارديوميجالي فور ديفرنشال دايجنوز. تمام. لو ما لقيتش كارديوميجالي بس لقيت كورن سابور شيب يبقى فالو تترولوجي. لو لقيته نورمال شيب ومفيش كارديوميجالي، ليفت اتريال انلارجمنت اللي هي بالباريوم سولو دي بنعرفها لوحدها، ساعات بيبقى في ايزوليتد ميترال ستينوزس، بس دي حاجه رير انها تجيلنا لوحدها، يعني مش كومن انها تجيلنا. ان يبقى في ميترال ستينوزس، في ميترالايزيشن او اللي هو لوس اوف ويست اوف ذا هارت، لوس اوف ويست اوف ذا ليفت بوردر اوف ذا هارت، وبالتالي ده يبقى ايزوليتد ميترال ستينوزس او ليفت اتريوم انلارجمنت لوحده من غير ما يكون عامل كارديوميجالي، بس ده رير زي ما بقول لكم ان هو يجيلنا. زي ما اتفقنا الاستومك على الشمال والليفر على اليمين يبقى ايزوليتد ديكستروكارديا، هنا العكس الاستومك هي اللي على اليمين يبقى سايتس انفيرسس، بوت شيب واكزاجيريتد ويست يبقى فالو تترولوجي. كل دول كارديوميجالي، لكن كارديوميجالي ما لهاش شكل محدد،
وهنا الانجل 90 في 90 درجه، الزاويه زاويه قايمه، تمام. يبقى كارديومجالي فور ديفرنشال دايجنوسيس هنا ليها شكل محدد، الاكسس كانه عامل بيض على بيج اون سايد، يبقى ترانسبوزيشن اوف بيت ارتريز سيمتريكال بلج واكيوت بوث كارديوفرينيك انجلز، يبقى بيريكارديال افيوجن. واخيرا الباريوم سوالو بتاعتنا اللي هي ايزوليتد ليفت اتريال انلارجمنت، زي ما بقول لكم ساعات بيبقى بس هي جايه كده مايترالايزيشن من غير ما يكون في كارديوميجالي، هي بس جاست مايترال ستينوزس او ليفت اتريال انلارجمنت، بس ده صعب قوي انه يجي. هي دايما بتيجي باريوم سوالو ومضغوط عليها بالليفت اتريال. تمام كده بالنسبه اللي عندنا. حابب بس انوه على شويه حاجات بعد ما خلصت الاكس راي كلها. كل نوع من انواع الاكس راي في تركيه لازم نبص عليها، لو لقينا لونج بون او هاند اتاكد ان هو لازم اعد الكاربال بونز عشان دي اللي بتنقصنا، لو لقيت سكال لازم ادور على التينيو فيشال بروبورشن عشان دي اللي بتنقصنا، لو لقيت هارت لازم ادور على سايز شيب وعلق على الثلاثه عشان دي اللي بتنقصنا، لو لقيت تشيست لازم اقول رايت ولا ليفت وتوتال لانج ولا جوان لوب اوف ذا لانج ولا بارت اوف ذا لانج عشان دي برده بتنقصنا، لو لقيت فايبروزز او كولابس لازم اعلق ان في كومبنساتوري انفيزيما ولا لا، لو لقيت نيوموتوركس لازم اعلق هي تنشن ولا مش تنشن وسبونتينيوس ولا ياتروجينيك، لو لقيت اي حاجه من الشيست اكس راي ما انساش اعلق على الاربع حاجات اللي قلنا عليهم، الانتركوستال تيوب والاندوتراكيال تيوب والنيزوجاستريك تيوب والسنترال فينس لاين، عشان دول برضه بينقصوا جامد. وزي ما اتفقت عشان انا دي معلش نسيت اكد عليها بس من المره اللي فاتت، الفايبروزز والكولابس يا جماعه نبص على الكومبنساتوري انفيزيما ربنا يخليكم، عشان خاطري الحته دي دايما انا شخصيا دايما كتير في الاكس راي بنساها، الفايبروزز والكولابس نبص على الكومبنساتوري انفيزيما. تمام اوكي. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.